يا رودي رودي مش تشوف تاني، شوف راس كده. وعرفتها. تذكرت توعتيني يا ويلي يا ربي. أنا سميت زينب وأنا بنت سعدية وساكنة في الدار القديمة. فين هالدار القديمة؟ الدار بيضة. وعلاش دابا بغيتي ديري النعناع على وجهك؟ فاهمين حيت حشمان وجهك. حشمان؟ إيه. نتمنى لها تكون سعيدة تحسن من سعدي، ونتمنى لها تكون قرا وتدوز هنا الله في خديمة زوينة وتمتع تسافر تفوج مع راسها عاد تخمم في الزواج. حيت تنقولوا حنا في المثال الزواج والموت هم اللي يفوت، قد ما جلست غادي تتزوج وقد ما جلست غادي تموت. هي تتموت على مطيشة، العقل والروح هي مطيشة. ودي انا اللي بغا يمشي ما نلبس الحوايج لا والو ما كانش معول. يا ولدي تعشى ونعس وكل شيء فيقتو انا باش يلوح الزبل. هو خارج بالزبل لقى الدراري غاديين حارقين، قالوا لي يلا تزيد معانا. قال لهم قال مدمونه، وفعلا كانت مدمونه هذيك المشيه. صافي مشى بصنارات الميكا وبالبيجامه اللي لابس، ما لابس لا سروال لا والو. قال لي زعما كون صدقات ليا كانت تكون زوينه. وراه عبد الله فين لقى زعما فين تخبى فين هادي فين اسميتو ونخدم بغيت انا نعول على راسي، ولكن ما صدقاتش. ولكن ولا بدا غادي يجي واحد النهار اللي غنعاودها. ديما هو تيفكر في واحد النهار اللي غادي يعاودها. حتى كنت تيشوفوا هذا اللي تيمشيو حارقين وداك الشيء تيمشيو ما تعرفوهمش كيفاش تعذبوا كيفاش تكرفصوا كيفاش داروا. تيجيو تيجيو هنا فرعمين، جاي سايق طوموبيل، جاي فلوس، تيتفركت وما تيعاودوش الحقيقه. ما
ماشي ملي جيتي تقولي لا خويا رانا تكرفصت ودرت ودرت ودرت. لا تقولي الدنيا زينه والخدمه موجوده والفلوس كاينين والقوانين كاينين وتقدر لك تزوجتي خديتي قاوريه تيصعب الشوماج ما تخدم ما تردم وتاخذ الفلوس. هادشي من الدراري باش تيتغروا تيقولوا صافي حتى حنا نمشيو واش جالسين نديروا. السعديه السعديه ترى شي بصراحه راه والله ما عندي راه ما بقاش واش عاودت لك البلحه داكشي دي مودا داك البرموكس كاين دي مودا لا هو ديال البرموكس كاينش برموكس وكاين مودا ياك حتى الفايده في البنه ياك هو البنه الصراحه ايوا هذا ماشي كاش طاب نيتك شنو هذا ايكو ستار شنو هذا ديالاش طارق لوي شنو به جا زيارة في الاخبار كتقول الصراحة لو انت برقيق واحد كان غير يحرق شي فراسك ما تدوكش تقول له انت واش ما يبغيش عاود تقول لي تسد ما بعني اصلا قال لك صح في وقت دخلت فيه عمليه الصيانه احسن وعينا الحياه كلها بحال هذا الخبز اللي كان دلك فيه الا ما لقاش اللي يجمعو كيتشتت مي كانت خدامه كتدير ميناج دارت عند اليهود دارت عند المسلمين خدمات وكبراتني قريت وصلت عندي 16 عام تزوجت ولدت ولدي الكبير في 83 ولدت ولدي سوفين ايوا قسم موراها عام صافي وطلقت من عند راجلي ما تفاهمناش كانت الحياه فيها ولات فيها المشاكل ولا فيها صداع ولا بقيت كنخرج تنجي تنعيش مويا كنعيش خويا كنعيش ولادي جوج كل نهار رزقو كل نهار كيفاش تنصور الفلوس نهار تنصور مزيان نهار ما تنصورش نهار كنخسر الفلوس كنجي ما عندي والو وصلت 89 مشيت لاسبانيا خدمت في اسبانيا بقيت كنرسم دارنا الفلوس ولادي كيعيشوا هنايا وانا كنعيش في اسبانيا من بعد واحد المدة صافي دارت الفيزا لاسبانيا جلست في المغرب صافي وبقيت تنخرج تندبر نمشي نبلقى راجل مزيان نبلقى بنادم خايب نبلقى مزيان وبقيت عايشة مع وليداتي عندي ولدي الكبير بقى تيقرا حتى للرابعة وخرج مبغاش يكمل ليا القراية عندي ولدي الصغير اللي في 84 كيقرا وانا كنت كنفس معاهم باش ما قسم الله تكبرت انا تنكبر فيهم حدهم باقيين ما كبروش باقي كيبانوا ليا صغار قدامي ما كيعاوني حتى شي حد ما تيحن عليا حتى شي واحد الا ما جبتهمش انايا ما كاينش لي تي اللي كيعطيني حتى ريال واش غادي نولد حياة مرأة بلا عوين بلا اللي عاونها لا خوت لا والدي الله يرحمهم وليداتي بوحدهم
شكون؟ ما قديت نمشي التربوس. ويلا دموع حقيقيين دابا دموع البصر. سيرا كسبت جمع عليا بزاف مرة الدار انت ما خليتيه مجموعه خرج مرة الدار ما سبنت تجمع عليا كنصب لغا مره في السيمانه ما بسكل اللي عندها الوليدات وقتها كل نهار الصباح تصبن تفيق الصباح خصها تصبن تبدل هذا وتبدل هذا وتبدل هذا وتبدل هذا شكون اش قلت يا وليدي واش شي شوارع تبع كل عندي الفلوس كلشي تما كاين الصابون الشوار مزيان سي اللعب هي اللي حطك سير خلنا نصبلو داير واحد الشوار ما يتباع كذا مزيان ماشي ماكلة الصابون شوف لقيتيني شي ماكلة الصابون شي بالي لا لقيتي شي ماكلة اوكازيون هذا مزيان وسير لقيتي اوكازيون شي بالي شو شوار هذا الحكومة هادي على شو شوار لقيتي شي ماكينة اوكازيو جيبها لي واخا تكون دير غير الراس الاول انا ندير الراس الثاني انا مكسوبك هادي اشو عيبي الناس ما جالسين في الدار ما عندنا ما يدار ما عندنا حتى شي خدمه نديروها ما عندنا حتى شي حاجه نطريدو فيها ما كنخرجو نديرو اذا هذيك الخدمه اللي تنديرو في الدار رياضه لينا رياضه طريدو رياضه كسلو دايا بس الصونس ديال الصباح كنعم كنهز جوج طوله في حياتي حياتي كلها ولا جوج طوله البوغاده هادي ما كانش رياضه بكري هادي ولا غادا عبلاتي اختي دير السيرفيس انت لا حيد اختي وانا غادا نطلع في الدروج ونهبط كي الميزان تا وليت غادا بعق على هادي الرياضه انا طريت حياتي كلها دازت رياضه هبدي هبدي على الرياضه انا ما عندي لا ماكينه ولا لا والو داس كاع داروا المواكل وكاع داروا كلشي العيله كاع بقاو كيصبروا ولا الماكينه الماكينه مساكن فيهم الماكينه فيهم بوس فيهم خدامين اللي كيفيقوا وما كيخدموا اسمحوا لي اسمحوا لي عذبتكم جيبوا شي رزيق باش انا ندير الماكينه ونريحكم قلت لها ندير على الحوايج تصبروا الرق رق هي كدور كدور تنجي حياتكم تبقى ما تمحلوا الله يجيب شي رزق الله يسهل علينا ويدير لنا شي تاويل ديال الخير الماكينه بركه بالفركه بركه بالفركه بركه بالفركه الى الفركه زهور انت ما تلقاكم ديما تتصبنوا وتطيبوا تديروا غير هادشي في الحياه وهاد الساعه هادشي اللي كنديروا الصابون والطياب والتخمال والتشفاف ايوا هادشي ما قدك شخصي نزيدو عليه مازال حاجه اخرى وشنو هو النشاط ديالك النشاط ديالي
النشاط ديالي هي لشت داري نقية ومستفى وولادي نقيين وراجلي واكل شارب ونقي حتى حاجة ما خاصنا. هذاك هو النشاط ديالي. ونسي الراجل والدراري ديما ديما انتي يا زوالي. ايه انا عايشة تنموت. انا مبقاش عندي شي اهمية دابا في راسي. اللي تنشوف علي حدايا. قالوا لي داتا عمريا العليا واش هديا هاك واش عمرك حبيتي بحال اللي حبيت انا ايه راه معقوله ما حبيتي بحال اللي حبيت انا لا لا حبيت انا بصح وقولي اش ما حبيتي حبيت راجلي ايه حبيت وليداتي ايه وكنحب الله ايه وبزاف الحب كاين سعدية واش تكتي ما تقولي لها على حب لا والو انت زعما انا عارفه القضيه لا ما تخبي عليا ما تخبي عليك عارفه نبين وخطا يلا قضي حاجه نشد الواعر هو ديال الوالدين هدي انا بعدا ايش راه شي حاجه لي زعما بكينا عليها ولا شدينا الطرقان ولا ما كاينه لا ما كاينش عمرنا ما شفت الطرقان حتى عمر المزهر لا عندي خصوص على خصوص ديال الباب وشوفي فؤاد واش الناس واش شوفي عقبه واش الناس شوفي الدريه واش مكاده مو فرشه بحال هكا قالت لي وليدي فرشي انا ونعيم انا وخديجه هنا قال لا 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 ما خديجه ما تقدرش نعس في دار خلي طلع فوق السرير قالت لي انت غطلع فوق السرير قالت انا غادي نطلع فوق السرير وين ورا قسما بالله الى امو فايقه وكيتحدث هو وياها وهو خدام هاتو يا خالي عندي 12 عام واخا ما سنعرفوش واخا ما تيعرفنيش زعما داس العشه ديالنا طيبه ماشي زعما ما كانش يعيرني ما كانش يصوتني ما كانش يكرفصني ما كانت شي حاجه الحاجه اللي بغيتها هي اللي كاينه وهو شحال كان عنده من عام هذاك الوقت في السن ديالو هو تقريبا يكون عنده شي 36 37 12 عام ما كان زعما نعجن العجينه الى ندير المسمن الى ما جانيش مزيان نحو فوق السطح طيبت له نطيب الغدا وغدا نجي نعس غادي تحرق يجي غسل الكامله لعب في لعب في المراح لعب الكاري لعب الحبل جاني النعاس غدا نعس
غادي يطلعوا فوق فوق الجامع وينزل الحلبه في الدار. بحال هكا خصك تعاودي هادشي تبغي تسمع. كيخليني في الدار كيجي تيسبني العافي سيدي عمر قد ما يرجع. سيدي عمر قد ما يري باركه نبرك فيه 4 ايام 5 ايام خدوش فينا ايام غايبه سيدي عمر قد ما يري قاعده تما. الله يا خويتي الله هذه فكتو خازده. لا لا جاتتي عليا وي ما بقاش الاثر ديالها عندي. لا لا ما تودرش ليا التصويره انا واخا تبقى الصوره تمحى وما تودرش ليا. جلالتي الملك الحسن الثاني قد صلى ويتقدم هذا الملك. انا ملك ولا لاهي ولا ديك دوم عاشي فلوس دوم عاشي حاجه صندوق سيدي محمد بن الحسن وارث سر جلالة الملك الراحل الحسن الثاني تغمد الله برحمته المغرب العربي الكبير. انا ما عملت سمعت الخطبه ولا ديتها في الخطبه تنقول زعما انا صافي داسني الوقت ما عنديش غنسمع وهاد الخطبه ديال هاد عيد الشباب قلت صمت لها وباغي مسكين يخدم هاد الناس اللي ما خدامينش وهاد الشموره وهاد الشيء وسميته واللي زاد ضحكني قال لي يوم غادي يولي الفلوس بحال شي بحر ديز عليكم وكثرة ما الضحك ديال الله انا نحلب بدا نخليه عام يكون جاي البحر يدخل ليا على واحد شويه ديال الفلوس الدار. يا الله يما ما عنديش فين باش نضحك طيلا قلبي سير دم. راه زمان الظلم والفجر راه الشقوايا مغرور راه الشهاده ولات بالزر على الكذوب يحلفوا بالله كل ما عملنا يتعدى نهار الوقف يوم الشدة لا تشفي فينا العدا ويا المولى فضلك نرجع الله يعاونكم ابنيتي الله يهديكم بالحسنة الله يقضي حج الله يحفظكم. هنا هادشي على رجليك وتمشي على رجليك وتشيح طبي صوتو باغي معاه الفلوس باغين كلشي باغي الفلوس ما عرفت لعب شتي النهار اللي مات المالي وجاتك هاديك خيتي قالت لك تتبكي خيتها تتبكي جايه تتبكي وانا نمشي عندها قلت لها مالك قالت لي هي تقول لي هادي يا مالا كتبكي وشنو قالت لك وانا نقول لها عايشين هنا يا اختي راه ملي كيموت الملك ملي كيموت الرئيس ديال البلاد ديال البلاد لازم كيخاف بنادم كت صافي خصو كيغتال من فرصه في هذيك الوقت انا خايفه من داك الوقت حتى انا نتمنى على الله تبقى بلادنا كما كان الحسن الثاني وحسن وحسن غتحسن ان شاء الله وغادي يرجعوا هذوك اللي ساكنين برا الا كان غادي يرجعوا بصح ما عندنا علاش غادي نتغربوا ما عندنا علاش غادي نخرجوا بلادنا كيف انا يا ام ديال ثلاثه الاولاد ونخلي ولادي بثلاثه ونمشي نخدم عليهم في بلاد اخرى. ايوا المراه ديما مسكينه كتكون محله ايوا نهار على نهار الشبان كتزيان ووليداتهم كيشوفوهم كاع الناس يشوفوا وليداتهم وانايا كنبقى ما شفتهم محرومه منهم بحال مشجونه حيت علاش كانت بلادنا زوينه نبقاو مجموعين هنايا واللي كتب الله نعيشوا به هنايا ونبقاو هنا علاش غادي نمشي انا نخوي البلاد ونخلي هاد الاولاد وماشي ديال ماشي ديالي يبقاو وحدهم ربي اللي عالم كيفاش انا غنمشي ونخلي البلاد. يا اختي الله يصبرك على داكشي اللي عطا الله مكتوبك هو هذا. Hello, hello, hello.
عرفتي شطلقوا الدعايات عرفتيني غادي يحرموا هذه بالزول الرحمه. قالت لها ويلي قالت لك الاشاعات طلقات بما خو الحبس من هو الشفاره ومن هو خطاف ومن هو داكشي خرجنا على الشفاره والخطافه وعلى انت يا لا ولا لا بلا سيدي واش ما يخموش دوك الناس مساكين اللي هازين الزفه اخو سي ثانيه باقا عندي مسؤوليه خليني نكبر ولادي على خاطري اش هضرني غير بالسياسه يا خويا يا دابا باقي دخلين لا دوك اللي مشجولين ليهم ما تقدرش ليهم كاين اللي مسكين بيع حويجاته كاين اللي مسكين مسلف وغادي بديك القفه باش مقسم الله خلي بديك بزول الرحمه طيح خليوها كل خطره مسكين فيما كانت شي مناسبه يخرج دوك المساجين ويطلبوا لهم الله العفو من عنده راه نهار اللي تحركات فوق ان شاء الله ومشيت انا ويسكنوا ارض مسكين انت تشوفي المساكين ساكنين في الزنقه اه كل شيء كنشوفه ساكن ملصق في المرق شفت واحد سكين ضريف وكيدير زيف على فمه بحال شمكار بحال شمكار ضريف اه كيدير سيليسيون كيديرو على فمه كنلقى ناعس مسكين حدا الشجره وشرا فيها والو ما فيها لا كاموس ولا والو كيموت للشور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو البلاد داخلين عربيكا البلاد سيدي اعطي المراكين ولاد بلاغه بيضاء هاي 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 البلاد سيدي البلاد كيلوز اعطي المراه ولاد كيلوز هاو هاو العبره سيدي هاري 210 ولاد كيلوز يا مني اعطيني صدقه في عيد الله يا مني اعطيني صدقه في عيد الله يا مني اعطيني صدقه في عيد الله الله والفوق بركه تعالى والفوق أشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله دبا هو الفوق كيسمع فيا أولا مشيتي للجنة خاطر واحد البلالة كبيرة تتبقاي تاكلي فيها تاكلي فيها تاكلي فيها تتبعي وكتموتي وهاديك البلالة كبيرة كلشي كياكلها وفيها السم فيها الريحة الطوبة وفيها الريحة لا علاش تقلبي كنقلب على شي حاجه ما نلبس اللعاب الجديد فباقي شي غنلبس هذا البيجامه وصافي الله يدخلوا على برضه وبقاو ضحك ضحك اللعاب كله ان شاء الله بجوجة قادر لعب جديد شوية لهك وشوية لهك مباري اه وتهلاي فيه بسكين تهلاي فيه بصحتي تهلاي فيه لا تكبش تهم كمشي هي أمك هي لازم شي الحمام وجو ايه الطابلة تي غتمشي مع القار القديم غندير وحدة جديدة مع القار الجديد
مصطح لويز. كل عام و تضحك ولا عبالة قرادين. ها الله يستر. صافي صوب الله. ها هي صافي. كتصوب لي راه هادي صافي. لا لا وزوين وزوين خصو الصحة. بصحة تضربي له واحد الشميشة. لا 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 يتشمش غير يتشمش لحد ما ايه هاي يشب بصح تشمش. شوف روحو ديالها شافعالة لا وهاد الدرع يكبر الزق حامين. سالة سعيدة. شكرا. بلاوي البلاوات اللي جابوا الملك العظيم صدام لما يضيع وضعه. ماذا بيش في الشربية التورد؟ ديك حليبة؟ دي نقول الحقيقة أنا خصني على فيري وصافي كنت شي رايقة وصافي تنهز من هنا تيطيح تنهز من هنا يطعني يهز من هنا تدرك راسك؟ كدرني قلبي وكلشي. لا كرشي كرشك فين كرشك؟ يا اختي شحال سخونة فين؟ هنا داك تنقازة منيتي وانتي عندك الفتق وانتي قاصة تنقزي كاع نراتي داك لاستيك شنو؟ واش يدي تجيك باردة وانت تقفزي؟ اختي مالك بنيتي خليتيني كنت عامل عشي زمرت يهرب ليا من يديا. دير بلاتي انا حيد هاديك القرعة شربي الله تكسر. لا شوف شوف شي واحد اللي تيكون فيه السخرة تيشرب الماء. كرزيش راس كرزيش ومش دراش مش بتي شدة شدة راسك شدي الزيت شرب شربي الممزيل ألفين جات احنا ديما في لاروتي كنعيشو هذاك العام كنعيشو هذا العام بقى حتى حاجه بالسلامه ما تبدلات. شكون زيد زيد بجد طرق لك والله راكي حادقه ودالكه وشربه بلا دليل
لا لا عاش نركي سدير وي سبع راجل بغيت الرجاله لعما ما ما بقاو يشوفوا بقاو شماو فينا هما الرجاله فينا لازق على الصحة والسلامة زوجتي يخرج لنا الخير عفو بيدي زوينة ونحاول تنحاول الزين لا والحول ديال الجوال كل خلاو لي على عيدك ديال القلعه شهر لا وي تعيش عهد التغيير ودعم حقوق الإنسان. نتابع الارتسامات التالية في اليوم العالمي. أنا عارفة الموت حق علينا كلنا لكن نتمنى من الله يطول لي عمرها ما كاج عندي بابا وبابا ماتوا وانا صغيرة ولكن الله عودني بأم طريفة وحنينة وما خسرني من وما حرماني من شي حاجة كنتمنى يطول لي عمرها هي حتى لديك النهار اللي بغيت أنا ولا بغيت شي الموت مرحبا بها شبعك تبكي تبكي تاهي وراه غداو على العشاق اللي كيتحبو راه كيغداو على الشبعة لا يا شبعة سألتك ردي لي جوابي لا يا شبعة سألتك ردي لي جوابي محافظاش بزاف خليتو خليلة لا يا شبعة لا تبكيش لا يا شبعة سألتك رديتي جوابي بطرا ورئاء
ولاش تطلق لويزا؟ تطلق كل شيء. أطلق إلا بغيتي. أطلق الفرنسا، أطلق الأمريكا، أطلق ماشي على المدينة القديمة. المدينة القديمة ما أطلق فيها والو. هادشي واعر. المدينة القديمة دابا خايبة، ما كتعجبنا ما والو. ديت الفيزا سيدي عتقيني سيدي حكو بالك حتى يا ربي حنا انا تكتب انا ويا ربي لا الوراق ربي حنا عليك وسهل عليك على جميع المسلمين واللي بغى ربي يسهل عليه. ايوا اختي اختي خديمي سيدي. نعم لا تقطع طول الفيزا البارد قريه لا تقطع هذه جاتنا. ايوا على سلامتك ما بقاش بغا يدير في البلاد وياكل اللي قسم ليه الله. خلى هذاك 80 ريال تغديك، 80 ريال وخبزه درهم اللي ريال هي مغديه بخير على خير. اكيد بلاد ما بقاش قانع شي لا باغي يخرج للاوروب وباغي يعيش يجي يدوي معايا يقول لك الوريقات بحال الوراقه اللي شد بهم الجنه ولا تشد الوراقه وتخرج من الجنه. باغي نمشي بحال هاتي كل شي باغي نمشي بحال هاتو. علاش؟ ما تنساش على الدار قديمة وفيها الصداع وفيها هادي ملي كيخلاو ناسي وهادي ملي كنفرقو في عصا الصباح كنوجدو الفطور باش نفطومش وسط الصباح شي نهار غنمشيو بحال هكا. نجات عندك شوية البصلة عار لي خوتي شوية. لا بالمغرب و ديريدو فرا خراجه و براتو ديريدو ها تتبع هذا السريع دقيقتين جاتي وصلت على الجوله الثانيه من هذا المباراه. دائما تقدم فريق كورينتياز البرازيلي امام الرجاء بهدف للسابق هدف. العيالات يتمشاو في الزنقه ويطلبوا الحقوق ديالهم. زوينه هذا المنظر عاوتاني. دابا المشكل خصنا نعرفوا الحقوق المرأة كي اش هي هاد الحقوق المرأة. كون انتي تقدري تمشي تطلبي الحقوق ديالك انتي السعدية تنهضر عليك انتي اش غتطلبي؟ نطلب الى قدروا يشوفوا لي خدمة بالميتي ديالي او حتى خدمه ديال الميناج بحال هكا ديال الشركات تدخلي تمسح الغبرات تمسحي هكا دوزي وداكشي ماشي عيب الخدمه. نطلب لهم هكا تا هي خديمه هذيك الخدمه تا هي تكون عندك تا هي في التقاعد ديالك عندك في لانتريت بعدا تا خدمتي معاهم واخا غير واحد 10 سنين ولا 15 عام بعدا تيكون عندك لانتريت ديالك بعدا تكوني ضامنه شي حاجه تا حاجه مرابحه. هاني خدامه على ولادي بحال متعلمه لا على راجلي ولا على ولادي. ايوا اش غادي ندير؟ ها هما ولادي تزوجوا مشاو في حياتهم الراجل مات. ايوا اش غندير انا نموت؟ انا باقا حيه اش غندير؟ المراه ضايعه بزاف ضايعه بحال دابا بحال دابا انا عندي هاد الدار بغيت ما عنديش لها الوراق وبغيت نبيعها. تيقول لي خصك تجيبي 12 شاهد راجل بان يشهدوا هاد الدار ديال تباك. نقول لهم انا ما عنديش 12 شاهد انا عندي على عيالات انا تنعرف على عيالات من 10 رجاله فعاود غادي يقول لي 12 غادي يقول لي جيبي 24 دوبل حيت راجل بمرا. ولات هاد القضيه خصهم يحيدوها. على الراجل عنده جوج القلوبه والمراه عندها قلب. على الراجل عنده راس جوج ريوس والمراه عندها يلاه راس.
عزيزة الفيزا والفيزا العزيزة أجمعي الفريزة. ما بقيتش كتيق كنجمع كنجمع ما فيهاش الثقة. كنت تما ما كلشي تعكست ليا في الأول راه كنت كنخاف. السواك بحك تعرف جلي ما ليا فيا غدا ليا بوحدها هاو تبعا وقتا يلا هاي السؤال هذا الشيطة احنا ما دلاش باقا جدادة ها طويو مشيو وندوسو عند خويا قادو وشوف واش ناقص وزايد و باقا باش يدانا صاحبتي ما تقدري داش يا دابا غتولي تعرف في الغربة ابو انت حنا نحسو بها يعاودوا لنا عليها يجربوها حتى حنا عجباتنا وهذاك ما عجباتناش ندخلوا بلادنا لقيتو كيفاش ما احسن من بلادنا ياكي كلشي باغي يهك كلشي باغي يقطع البحر كلشي باغي يعوم اي 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 السعودية تعاودها ها بلاتي اختي بلاتي يا ولا على بلاتي الخيم بقى نتسناو فيك السعودية تعاودها الوا باقي ما كاين حتى حد ديز النار باش ما طلعنا الحمد لله نار زوينه هذا ونار كبير نجمعوا فيه قضاب املا رسول الله يا شيلا سيدنا محمد Peace out.
اختي شوفك الله. انا راه معاهم. راه شوفات هادو ولادنا كابريش تاعنا. علاش؟ اول حاجه كتوقع كنكونوا حنا واقفين. ولا تطمنوا عليهم حتى كنشوفوهم وكيدخلوا عندنا وبحال بحال بحال انت كايده معاهم. اكثر. نادر يلا قول بشيرة اخر وداع اخر وداع بودعك يا عمري ضايع يا عمري ضايع تولفوا من الصغر جينا وكاع في الام فاش كتفرق ولادها بحال مخليه جوج وغادا لا ما يبقى في الحال مسكره شي يكون عندها وليد يجمع حداها طيب وخدها واحد يجمعوا بالليل الجماعي شحال راكم فرقين من السنة ونص ليل لا بد الام حنينه فينا اكثر اكثر من الاب اكثر فريد من نوعيه غتشوفي داكشي في التلفزيون غيديروا داكشي داكشي راه فوق المليون ديال البشر والعيالات والموظفات العيالات وزيرات العيالات الوزيرات العيالات واش نخدم النهار ديال الخدمه مع البوه لا ما كاينش والله تنمشي جاوا العيالات من بلجيكا جاوا العيالات من هولندا جاوا من كندا وحده جات من العيون وحده عرفتي وحده منين جات من فلسطين الجمهور كله خرج تصوري راه تقولي شي مرا بقات في دارها ما كايناش عرفتي راه شتي ديك الزحمه فاش بينوا لنا الملك فاش مات كثر من داكشي داكشي مجهد تصوري انا عيطت نجات ودار فيا واحد الراجل قال لي انا اختي حتى انا نجات قلت ليه لا انت بغيتك تكون راجل والمراه مراه عرفتي اش غنقول لك نعيا نعاود لك وما غاديش يمكن لك تشوفي كيفاش غتكوني حاضره في داكشي الله مع المغربية الله مع أولاد البلاد الله
تحسين بين الفقر والعنف والميز في الأوساط النسائية. شوفي هذا البشر، هذا الرباط هذا. وهذاك الشيء زعما خصو يتكتب في التاريخ وصافي، ودابا تشوف لما تكتب في التاريخ وحق الله العظيم تيديروه في التاريخ. غادي يقولوا واحد الوقت في التاريخ الفلان الفلانية في الوقت الفلان الفلاني دازت المرأة ودارت 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 وحق ست الحزب وهذا وحق على هذا. مشيت باش يكون عندي حق ويكون الراجل يحترمني ويعبرني هو خدام في الزرقاء ولا خدامة في الدار راه بحال بحال. أودي دارك تشوفها كي مرونة هذه مقدرة أسمتها مالا تغدير لا واليوم مشيت مشي تشارك مع المرأة ما عندي لا خدامه لا والو ما يمكنليش غادي نشقى في الدار وانا السبعه الصباح مشيت نشارك مع المراه ومشيت نشارك في المسيره يلا كيفاش بغيتيني ندير نمشي نشارك والدار غادي تجمع ما لا ما غاتجمعش غادي نجمعها ان شاء الله المسيره اللي ما غاديش تبقى المسيره غتسالي والدار هي كاينه وغير مبررة ولا يمكن إدراجها إلا في خانة التعصب والعنصرية. شوفي 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 سعدي شوفي شوفي العرب جديري فيهم السبريين شوفي شوفي باش يبعقول هاد شي والله باش يبعقول شوفي حرجوهم قاع من ديورهم حرقوا ليهم تا ديورهم وحرقوا ليهم شوفي العافية وشوفي شوفي ودابا هاد شي علاش دابا هاد شي هكا تيتعداو على العرب وما حيتهم ساكن الغربة اللي خلى داك يتغربوا وتغربوا على بلادهم وتغربوا على كل شيء وفي الاخر حتى لما تجيو الصغابه عف صندوق وشوفي دابا هادو اش دايرين فيهم هادي شوفي 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 هذاك الراجل اش داروا لي شوفي لا 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 شوفي هاد العصوليين هاد شوفي شوفي ضربوا فيهم بالعصي هانتي 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 لا 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 هاد البلاد ما عرفتش فين جات في اسبانيون هادي جات حدا لطيفه هادي الميريا ولكن الغربه كلها واعره الى مغادره المدينه التي تبلغ ها شعيب نسولو زيد زيد نسولو ايوا واش قال لي هانيه بعده لا باقي داك الصداع انا ما كاينش شي بعيد بعيد عليك فهمتي داكشي هو هنايا المدينه ما كاينش المهم هي لاباس عليها المهم اللي تعيط لك ربي وليدي لما سلم عليها وقول لها والله لا راه تخلعنا عليها في الحق يا ربي امين يا ربي امين على المدينه القديمه يا ربي يجيب الله دير قديمة جديدة كل أمين على مدينة قديمة باش تولي زوينة بحال فرنسا أمين كل عام أمين كل شهر أمين ملي كنقولو أمين كيجيب لينا الله رزق off.